خطيه لاكثر من ادويه يبلغ اجمالي مبلغ تقريبا 32 مليون جنيه فيما يخص مخزن بمدينه نصر. كيف ترى مثل هذه الضبطيات المتعلقه بالتفتيش الصيدلي، وما هو تعقيبك على وجود مخازن ربما لا تكون يعني مطابقه للمواصفات او غير ذلك؟ هو للأسف احنا بنشوف دلوقتي بعض الممارسات في كل المجالات، بس مش في المجال الأدوية أو في مجال الصناعات الصيدلية. بنلاقي في ناس بتخزن سكر في الفترة اللي فاتت، تلاقي لما حد بيفكر إن السكر ممكن سعره يغلى، في ناس بتخزن سكر، في ناس بتخزن سلع أساسية أخرى، وباعتبار الدواء من أحد السلع الأساسية، واللي طبعا الإعلام مركز عليه الفترة اللي فاتت إن في نقص في بعض الأدوية الهامة، مع وجود بعض التجار اللي هم بيفكروا، يعني ما اعرفش احنا ليه بنتشطر زياده عن اللزوم. عدد كبير من الناس بيفكر بالمنطق دوت. قبلها كمان شفنا ازمه الدولار، لقينا الناس ما كانش لهم اي علاقه بتجاره العمله، كانوا بيتاجروا في العمله، وبدا كل واحد يطلع مبلغ سيوله معاه ويشتري بيه عمله ويتاجر بيه. ده برضو بينسحب على بعض المنتفعين وبعض الممارسات الغير يعني مقبولة والدخيلة على مجتمعنا، والدخيلة حتى على يعني الواعظ الديني عند الناس سواء مسلمين أو مسيحيين، إن محدش يعمل حاجة زي كده. معرفش ليه احنا طلع مننا بعض الممارسات ديت اللي المفروض إنها مجرمة، سواء كانت بقانون الصيدلة أو بالقانون العام، واللي هي طبعا بتأثر بشكل سلبي جدا على توفير المستحضرات ديت للمرضى اللي بيدوروا على دواء. من فترة برضو ليست بقصيرة أو ليست بطويلة شفنا مخزن اتمسك فيه أدوية مغشوشة في أحد المحافظات بدون ذكر يعني الواقعة، معرفش برضو. والمخزن فيه أدوية كتير وأدوية هامة جدا، وبتستخدم حتى في أدوية سرطان، بيضربوا الأدوية لكن وبيبيعوها ظاهرة الغش للمواطنين. الدوائي متواجدة في كل دول العالم، يعني الغش الدوائي بيمثل من حوالي 25% من تجارة الدواء على مستوى العالم، ده معروف، بس مش بالدرجة دي. يعني احنا في مصر بقينا يعني شطار قوي، عاملين مصنع بيصنع أدوية مغشوشة، وعاملين مخزن كبير، مصنع صغير ومخزن، وبيخزن في أحد المحافظات الساحلية وبيبيع للناس دواء مغشوش. فأنا مش عارف، طبعا احنا محتاجين طبعا التربية وفي المدارس الناس تتعلم ان الغش ازاي، يعني ده بيأثر على صحة الناس انفسهم. يعني اللي بيغش النهارده في الدواء هيتغش في سلعة اخرى يعني، تمام. او اللي بيبيع اللي بيخزن سكر هو هيعاني نفسه طبعا. يعني لكن التغلب على هذه الجزئيه دكتور محمد اراه بالتتبع العبوه منذ من المصنع وحتى يد المواطن، سواء كانت من شركات توزيع او صيدليات او غير ذلك، في من خلال آليات جهود كتيرة نعرف جدا الاراء. عالمية بتستخدم لمحاربة ظاهرة الغش التجاري، واحنا في مصر حتى هنا هنستخدم يعني كان في تراكم مؤتمر معمول الفلوس. في بداية العام الماضي، كان عاملة وزارة الصحة ومنظماه، وكانوا داعين الشركات اللي هي المتخصصة في موضوع السيرياليزيشن اللي هو الترقيم الدوائي، ان احنا ازاي نتتبع وتتبع للعلبة من ساعة ما تنتج حتى تصل يعني على الرف في الصيدلية. في كذا آلية عالمية لمتابعة الأدوية، خصوصا الأدوية طبعا، ومحاربة الغش التجاري للدواء. وده كان موضوع كان أنا شخصيا اتكلمت فيه في مؤتمر في فيينا في السنة اللي فاتت، ومدعو لمؤتمر آخر في ميونخ على بيمثل نفس الموضوع وبيناقش نفس النقطة ديت في شهر 3 اللي جاي، يعني كمان الشهر الجاي. العالم كله بيتكلم على موضوع محاربة الغش التجاري والأدوية. احنا طبعا عندنا في مصر طبعا الموضوع واخد حقه، واحنا طبعا متقدمين جدا في هذا المجال، مش في المحاربة، لا في بعض الممارسات السيئة. طبعا الناس النهاردة بتخزن من دواء. الأصوب أن يقابل تلك الحرفية والمهنية في النصب حرفية ومهنية في ضبط ده من صحيح. يقوم بهذا الإجراء تحديدا. يعني هو طبعا عشان خاطر نقدر نوقف الممارسات من سواء كان من ممارسات احتكارية أو غش، تطبيق القانون. وطبعا احنا محتاجين طبعا بنشكر طبعا اداره التفتيش في وزاره الصحه واداره الصيدله ان هم قدروا يمسكوا مخازن زي كده. بس طبعا دايما تبقى عارف ان اللي بيتمسك بيبقى حوالي كام في الميه من الموجود بالفعل. فطبعا اي حد، احنا بنقول لاي حد شايف جنبه يعني اي حركه غير طبيعيه في اي سلعه، سواء كان في ادويه او في سلع غذائيه او في خلافه، لازم يعني يبادر بان هو يبلغ اقرب حد او يعني يوصل المعلومه ديت عشان خاطر نحارب الظواهر ديت في مصر اللي بدات تنتشر.
لان طبعا احنا مش معقول هنفضل نحارب بقى في الناس اللي بتحتكر السكر وبتحتكر السلع الزيت وبتحتكر السلع الاساسيه وكمان الادويه. فطبعا ده شيء طبعا محتاج طبعا صحوه من المواطنين انفسهم، وان كل واحد يبقى عارف حقوقه وعارف يعني يبقى عنده فكره ان اي حد شايف حركه غير طبيعيه سواء كان فيما يتعلق بالنشاط الارهابي او خلافه او الاسلحه او ممارسات احتكاريه في اي اصناف في اي يعني ايتمز او اي اصناف، لازم يبادر بأن هو يكون إيجابي ويتواصل مع الجهات المختصة ويبلغهم بحاجة زي كده.